أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الآن، وهذه التغطية الإخبارية الممتدة معكم على مدار اليوم. كالعادة نبدأ باستعراض أبرز عناوين الصحف والمواقع الإخبارية، ولكن سنبدأ بآخر التطورات على الساحة العراقية. نبدأ من الصحيفة الأولى معنا أو الموقع الإخباري الأول إرم نيوز، في عنوان رئيسي: العراق مقتل 2 من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك. وننتقل إلى البيان في عنوان لها: وثيقة الشرف، علاج يكتنفه الغموض للاحتقان العراقي. أما CNN بالعربية: رئيس وزراء العراق، المظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي. والبوابة نيوز: العراق اعتقال 5 مندسين في تظاهرات وسط بغداد. وسبوتنيك الروسية: إطلاق حملة لدعم المنتج العراقي من قبل المتظاهرين وسط بغداد. الشرق الأوسط: 7 قتلى في العراق ودعوة لاستجواب عبد المهدي. أما 24: العراق مقتل 9 متظاهرين وإصابة 135 في 5 أيام. أما اليوم السابع: العراق مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة أثناء تفكيكها شرقي بغداد. وأخبار الخليج: 4 قتلى وجرحى في مواجهات ليلية بين قوات الأمن والمتظاهرين في بغداد.